أهمية هذا المؤتمر بيجتمع فيه الخبراء والمتخصصين ورواد الأعمال لتبادل الخبرات والرؤى ونشر الوعي في المجتمع المصري على أهمية الأمن السيبراني وكيفية التعامل بشكل آمن على الإنترنت والاستفادة من الإمكانيات المتاحة من التحول الرقمي اللي الدولة خطط فيه خطوات كبيرة جداً. والحفاظ على مكتسبات هذه الدولة في الأمن في التحول الرقمي لازم يكون فيه اهتمام شديد بالأمن السيبراني، وهو كيفية حماية بياناتنا وحماية معاملاتنا أثناء التعامل مع التحول الرقمي والإنترنت. كان هنالك اتفاق مع شركة ميركوري والمتحدة لتنظيم هذا الحدث الهام بالتعاون، وهذا ما يبرر وجود معالي الأمين العام لجميع الدول العربية، لأنه اليوم هنالك شغل كبير يدار في مجال الأمن السيبراني مع مختلف جهات العمل العربي المشترك في مجال الأمن السيبراني، وكذا كان فرصة للتحدث حول كل هذه الأنشطة وكل هذا التعاون، أولا لرفع مستوى الوعي بأهمية الأمن السيبراني. في ظل ما تشهده الساحة المعلوماتية من هجمات إلكترونية نشطة تقف خلفها مؤسسات ومنظمات، بل تعدى الأمر إلى دول، تكمن أهمية هذا الحدث اليوم في مشاركة مختلف الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية للتعامل مع هذا الأمر من منظور استباقي، بحيث يجنب الدول العربية الوقوع عرضة لهذه الهجمات، أو على أقل تقدير تقليل النتائج والتبعات المترتبة على هذه الهجمات. طيب، هي المعادلة الصعبة دائما وأبدا إزاي نستمر في الخطوات التحول الرقمي ونسرع في وتيرة تغيير التطبيقات بتاعتنا، وإن إحنا نروح أكتر وأكتر إلى الديجيتال سولوشنز، المواطنين ما يروحوش أماكن الخدمة ويعتمدوا على الحلول الرقمية سواء في الموبايل أو على الإنترنت، وبالتوازي إن إحنا إزاي ما نبقاش مسرفين في الاندفاع ناحية التحول الرقمي وننسى أو نغفل الجانب الأهم هو الأمن السيبراني. فهي بتبتدي بمراحل، بتأولها هي ان احنا نعلي من الوعي الذاتي بتاع المستخدمين البسطاء، لان دايما مشكله السكيورتي بتبتدي من المستخدمين البسطاء للنظام اللي هم بيقبلوا اي حاجه، بيفتحوا اي لينك بمنتهى البساطه، فده بيسبب بالتبعيه مشاكل بعد كده. المؤتمر طبعا هو نوع من انواع الماتيوريتي او النضوج للامن السيبراني بصوره كبيره جدا في المنطقه كلها، مش في مصر وبس. طبعا احنا فخورين ان هو بيحصل بالشكل ده. احنا بالنسبه لنا كشركه منتجه للتكنولوجيا بنهتم بصوره كبيره جدا بتامين المعلومات، وده طبعا متوافق مع اهداف المؤتمر. بالنسبه لخبرات الناس والكفاءات بتاعتهم، اعتقد ان احنا على مرحله كويسه جدا، لان انا طبعا عندي اكسبوجر او عندي تعرض بصوره كبيره جدا لعدد من البلاد في المنطقه، ولكن بالنسبه لحته انتاج التكنولوجيا او تصنيع البرمجيات ما زلنا لسه شويه محتاجين ان احنا نطور فيها اكتر.